شكرا أليسون، أهلا بكم إلى هذا الجزء الأخير من هذه الفترة الصباحية الإخبارية من ميدي أن تي في في طرجة، أذكركم بأبرز ما فيها. المالكي يتهم الرئيس العراقي بخرق الدستور بعدم تعيينه رئيسا للوزراء، وأنباء عن تعزيزات أمنية في بغداد. هدوء حذر في قطاع غزة مع دخول هدنة من 72 ساعة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حيز التنفيذ. بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية، إردوغان يعلن عن بدء مرحلة جديدة ويدعو لتجاوز مرحلة الانقسامات. أهلا بكم. قال نائب رئيس مجلس النواب العراقي حيدر العبادي إن تكتلا يمثل أكبر الأحزاب الشيعية على وشك ترشيح رئيس للوزراء، مشيرا إلى أنه سيتعين على رئيس الوزراء نور المالكي التنحي. جاء ذلك فيما أفادت مصادر شرطية بالعراق أن قوات خاصة موالية لرئيس الوزراء العراقي نور المالكي تم نشرها في مواقع استراتيجية ببغداد الليلة الماضية، بعد أن ألقى رئيس الوزراء كلمة اتهم فيها الرئيس العراقي فؤاد معصوم بخرق الدستور لعدم تكليفه بتشكيل حكومة جديدة. لقد خرق السيد رئيس الجمهورية الدستور مرتين، الأولى حين مدد موعد إعلان تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكبر الذي انتهى يوم الخميس الماضي المصادف في السابع من شهر آب الحالي، والثانية حين يتعمد رئيس الجمهورية اليوم ومع سبق الإصرار على خرق الدستور بعدم تكليف مرشح ائتلاف دولة القانون وهي الكتلة البرلمانية الأكثر عددا التي تحددت في الجلسة الأولى لمجلس النواب حسب قرار المحكمة الاتحادية. أوقفت إسرائيل والفلسطينيون إطلاق النار في ساعات مبكرة من صباح اليوم مع بداية هدنة جديدة تستمر 72 ساعة اقترحتها مصر، ولم ترد أنباء فورية عن أي خرق لوقف إطلاق النار، على الرغم من إعلان حماس أنها أطلقت صواريخ وصلت لمنطقة تل أبيب لأول مرة منذ انتهاء هدنة سابقة يوم الجمعة قبل دقائق فقط من سريان الهدنة الجديدة. وقال مسؤول حكومي إسرائيلي كبير أمس إن المفاوضين الإسرائيليين سيعودون إلى القاهرة لاستئناف المحادثات غير المباشرة مع الفلسطينيين. وقال مسؤول من حركة حماس إن فصائل فلسطينية قبلت دعوة مصر وإن محادثات القاهرة ستستمر. وأمام العدد الكبير للجرحى الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي، ليس بالغريب أن تمتلئ المستشفيات في القطاع بالمصابين وبضحايا العدوان، وليس بالغريب أيضا أن يتعذر معالجتهم في ظل نقص الإمكانيات والشروط المناسبة لإيوائهم، الشيء الذي دفع ببعض العائلات إلى معالجة أبنائها في المنزل، وهو ما قد يشكل خطرا عليهم نتيجة عدم توفر أدنى متطلبات الحياة اليومية. التفاصيل في تقرير عمر شملالي. يصلون الليل بالنهار متنقلين بين عشرات الجرحى، جنود يحاولون إرجاع البسمة إلى أجساد تقف بين الحياة والموت، يشكون قلة الأدوية واستهداف إسرائيل لهم، رغم ذلك يستجيبون لأنين سالي وأمثالها. هذه الحالة ما بتسمحش انه هي تخرج من المستشفى على وضعها اللي موجود، اضطروا يخرجوها للضغط اللي عندهم. مباشرة احنا بعد ما طلعت من المستشفى بشرنا العمل معاها بالبيت، طبعا كنا نجيها ما كانش في تهدئة، ما كانش في وقف لاطلاق النار، كنا بنخاطر على حالنا احنا والطاقم اللي موجود. سالي باغتتها صواريخ اسرائيل بينما كانت مستلقية في فراشها آمنة في دار للمعاقين. تشتكي منذ ولادتها صعوبة في المشي، جاء القصف ليقعدها تماما. دخلت سالي في أولها في العناية المركزة، قعدت يومين نتيجة الحروق اللي في الجهاز التنفسي، وبعدها طلعت ولهلأ بتكمل علاجها اللي لسه مستمرين فيه، ولسه بتحتاج لبعد هيك كمان هتدخل في عمليات العظام. في مستشفى الشفاء بغزة مآس أخرى مكتوبة بالدماء والدموع،
عبد القادر أنهى عقده الأول يستعد للخروج من المستشفى، ما زال في حاجة إلى رعاية طبية. الانتقال إلى المنزل ليس محمود العواقب. جزء كبير من المرضى الذي نقوم بتخريجهم وجاهزين للخروج، عند خروج ما فيش إله بيت المريض، أين يذهب؟ ما فيش إله مكان، وبالتالي هذه جزئية لا تزال موجودين في المستشفى. جزء آخر إذا خرج المريض إلى البيت، البيت ما فيش فيه كهرباء، ما فيش فيه مية، ما فيش فيه خدمات معيشية. عاد عبد القادر إلى منزله مصابا بعد أن غادره لينجو وعائلته من القصف. أصابته الصواريخ في مدرسة للأونروا، يحتاج الآن إلى 10 دولارات يوميا، تكلفة باهظة على أب عاطل عن العمل. كل يوم عبد القادر كل يوم، لأنه صابته كتير فاحرة في اللحم، كان العظم مبين في صدره، كنا خايفين على الرئتين. يغص القطاع بآلاف الجرحى، مأساتهم قد تستمر إلى الأبد. ويلات الحرب وما بصمته في أجسادهم لن تمحيها الذاكرة. براءة الأطفال والأجساد الناعمة هي بنك الأهداف للمحتل في عدوانه. في أعقاب انتخابه رئيسا لتركيا أمس في أول انتخابات تجري بالاقتراع المباشر، دعا رجب طيب إردوغان إلى بدء مرحلة جديدة في بلاده. وتعهد إردوغان أمام الآلاف من أنصاره المحتفلين بفوزه في أنقرة، تعهد بأن يكون رئيسا لكل الأتراك، داعيا إلى تجاوز خلافات الماضي، ووعد بعملية مصالحة اجتماعية جديدة بين مواطنيه. وتمنى إردوغان أن يراجع الذين وصفوه بالديكتاتور والمتسلط موقفهم بهذا الشأن. وكما توقعت استطلاعات الرأي، فقد تقدم إردوغان على خصميه من الدورة الأولى في الانتخابات بحصوله على 52% من الأصوات. نعت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بعميق الحزن والأسى الأميرة للا فاطمة الزهراء كريمة المغفور له الملك محمد الخامس طيب الله ثراه، وشقيقة الملك الحسن الثاني طيب الله مثواه، وعمة الملك محمد السادس صبيحة يوم أمس. وأضاف البلاغ أن جنازة الأميرة للا فاطمة الزهراء رحمها الله ستشيع عند صلاة العصر من هذا اليوم بمسجد أهل فاس، وستجري مراسم الدفن بضريح مولاي الحسن بالمشوار السعيد. تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته وغفرانه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يولي المغرب اهتماما كبيرا للأعمال التضامنية التي تقوم الجمعيات والمنظمات المدنية بتسطير برامجها من أجل التخفيف من حدة الفقر وتقليص الفوارق الاجتماعية. واليوم تساهم مجموعة من منظمات المجتمع المدني إضافة إلى عدد من المنظمات الدولية، تساهم في إنجاز عدد من المشاريع الاجتماعية التضامنية. تفاصيل أكثر نتابعها في هذا الروبورتاج لكريم القرقوري. تلعب المشاريع التضامنية التي تسطرها فعاليات المجتمع المدني من جمعيات ومنظمات تلعب دورا مهما في التخفيف من حدة الفقر والهشاشة والتقليص من الفوارق الاجتماعية ومجابهة كافة أشكال الإقصاء الاقتصادي والاجتماعي. والله ما كان لا عيش لا ولا مرمزين، والله مرمزين بعيد وكل شيء بعيد، ما عندنا ما قدامنا ما عندنا والو، كل شيء خصنا دي بنينا خصنا دي يساعد معانا، ما عندناش فلوس هجالين. اعتقد ان مساله ديال التضامن اللي اعطى المبادره ديالها صاحب الجلاله، واللي هي عاده وتقاليد كانت منذ القدم في الاسر المغربيه او داخل المؤسسات، الان اصبحت بشكل مؤسساتي اللي تجعل هذه المبادره في دعم القدرات ديال الشباب في نقص من حده الفقر وتدعيم الشباب الولوج لسوق الشغل من خلال مجموعه من المبادرات اللي قامت بها المبادره الوطنيه للتنميه البشريه او مجموعه مؤسسه محمد الخامس او كذا، المبادرات اللي يقودها المجتمع المدني المغربي. وان تطورت اساليب اليوم فان للتضامن في المغرب جذورا ضاربه في عمق التاريخ، احس باهميتها الانسان المغربي وحاجتها من اجل التقليص بين الفوارق الطبقيه وتحقيق كرامه العيش للسكان. وتعتبر المبادره الوطنيه للتنميه البشريه من اهم المشاريع التي ترسخ قيم التضامن في المغرب. كيساهموا الناس مساكن اللي ما عندهمش، كياخذوا الدواء، كيعملوا لهم في رمضان الافطار، مجموعه الناس
كتوصل حتى ل 300 شخص. وكنعملوا عاود في الموسم ديال المايلود كنعملوا الطهاره عاوتاني تقريبا 250 طفل، الناس اللي ما عندهمش عاود كنجيب لهم الاطباء من هذه المؤسسه وكيطهروهم مجانا، كل شيء مجانا كيعملوه هذا الرئيس ديال هذا المنتدى كيساهم كل شيء اللي عنده. لعل ابرز هذه التجليات يمكن ان نتحدث على سبيل المثال على المشروع دار التضامن. دار التضامن هذا مشروع يعني احدث بدعم من صندوق يعني من صندوق الكويتي للتنميه، وذلك قصد استقبال الأسر المعوزة من خلال إحداث مجموعة من الورشات تهتم أساسا بمحاربة الأمية. إلى ذلك تعمل مجموعة من فعاليات المجتمع المدني في المغرب من منظمات وجمعيات على تسطير برامج تضامنية تهم مجموعة من القطاعات المهمة التي تضع الإنسان في صلب الأولويات وترسيخ قيم التضامن من خلال منظومة من القيم المتمثلة أساسا في احترام كرامة الإنسان. إلى الجزائر، تحديدا إلى مدينة سيدي بلعباس غرب البلاد، حيث ينظم المهرجان الدولي للرقص الشعبي في دورته العاشرة، وذلك بمشاركة فرق فلكلورية من أزيد من 21 دولة من بينها فلسطين كضيفة شرف للمهرجان. تفاصيل أكثر في تقرير إيمان الهلالي. على إيقاعات موسيقية من الفولكلور الشعبي الجزائري، جابت عشرات الفرق الشعبية من مختلف دول العالم شوارع مدينة سيدي بلعباس الجزائرية المستضيفة للمهرجان الدولي للرقص الشعبي. من ضمن الوفود المشاركة في الحدث الثقافي برزت فرقة الفنون الشعبية الفلسطينية التي منحت لقب ضيف شرف هذا العام كتعبير عن الدعم للشعب الفلسطيني. رسالتنا لكل العالم أننا الشعب يستحق أن نكون كباقي شعوب العالم يعيش بسلام وأمن. بأزياء تعكس عدة جنسيات قدمت الفرق الشعبية وصلات متنوعة من الرقص والغناء الشعبي مزجت بين ثقافات غربية وشرقية في تلاقح تام أتحف جمهور مهرجان سيدي بلعباس. زعما نشوفوا ثقافه تاع الدول الاخرين حاجه مليحه، احنا ما نروحوا لهاش، احنا هما يجونا هنا. هو تقارب في ثقافات الشعوب العربيه والعالميه، وهو بصفه تلاحم كومون ديرج لا فيجن انتر تو لي بيبل دي موند، ونناجدوا بهذا المهرجان تاعنا الدولي بالسلم والسلام في العالم. المهرجان الممتد على طول 4 أيام خصص الحيز الأكبر من أنشطته للقضية الفلسطينية من خلال عروض قدمتها فرقة مسرح الديار الراقص التي حاولت رسم لوحة عن المقاومة الشعبية المناهضة للعدوان والاحتلال الإسرائيلي في قالب فني بهيج تجاوب معه الجمهور الذي رقص وهتف لحياة فلسطين ولأهالي قطاع غزة. وبعد أحوال الطقس ترقبوا الزميلة سحر بن سليمان وأبرز ما قالته الصحف هذا الصباح. ألقاكم بعد ذلك بحول الله.